ننوي التقرب إلى الله تبارك وتعالى في الاشتغال بعلم الدين. فائدة ورد في الحديث الذي رواه النسائي من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه وكان نومه صدقة عليه من ربه. ورد في الحديث الذي رواه النسائي من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. فائدة: في الحديث الذي رواه الترمذي من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. كما ورد في حديث آخر: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني اثبت على طاعة الله أثناء الرخاء أثناء العيش الهنيء يعرفك في الشدة، معناه يساعدك عندما تكون في ورطة في بلية. وهذا الحديث كذلك: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. مسألة، هذه المسألة فيها عن الشخص الذي يعمل الصغائر صغائر 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 ثم في المقابل ليس عنده حسنات بحيث تمحى هذه الصغائر فتصير كثيرة، مجموعها هذه الصغائر يصير أكثر من الحسنات التي عنده. عند ذلك يعني عندما تغلب هذه الصغائر الحسنات، عندما تتجاوزها، عندما تصير أكثر منها، يفسق هذا الإنسان، يعني يقع في معصية كبيرة. صغائره تبقى عليه ويزيد عليه أنه صار واقعا في كبيرة. هذا معنى قول بعض الفقهاء: الإصرار على الصغيرة كبيرة، يريدون هذا، لا يريدون أن الشخص إذا كل يوم صافحة أجنبية تصير كبيرة، لا، هذا الذي يريدونه. الإصرار على الصغيرة كبيرة، يعني إذا كان يعمل صغائر 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 حتى جاوز مجموعها حسناته، صارت أكثر من حيث العدد من حيث المجموع، يعني عند ذلك وقع في كبيرة، ليس صارت كبيرة، الصغائر صغائر لا تنقلب إلى كبيرة، والصغائر لا تمحى بوقوعه في كبيرة، حتى تتصور المسألة على الوجه الصحيح. نقول فسق عندما جاوزت صغائره حسناته، يعني صارت أكثر منها، فسق يعني وقع في كبيرة، بقيت الصغائر وصار عليه معصية كبيرة، يلزمه أن يتوب من الكبيرة ومن الصغائر، هذا الذي يجب عليه. مسألة: قال الشيخ من جاوزت صغائره حسناته فسق بذلك،
فسق يعني صار واقعا في كبيرة، وتلزمه التوبة من تلك الصغائر. معنى قوله وتلزمه التوبة من تلك الصغائر أن الصغائر ما زالت عليه، ما لم تمحى، ومعنى ذلك أنها لم تنقلب إلى شيء آخر، ما انقلبت إلى كبيرة. وتلزمه التوبة من تلك الصغائر ولا تنقلب كل صغيرة كبيرة، ولا تنقلب كل صغيرة كبيرة. يندم يعني في قلبه، يقول يا ليتني ما فعلت هذا الإصرار، ويعزم على ألا يعود إلى هذه المعاصي، ويقلع عنها مع الندم والعزم على عدم العود إليها. مسألة: سئل الشيخ عن رجل ظن زوجته ارتدت، يعني ظن أن زوجته وقعت في الكفر. سئل الشيخ عن رجل ظن زوجته ارتدت، فقال لها لتخويفها: أنت طالق بالثلاث. يعني هو الذي في باله أنها ارتدت، فإذا قال لها أنت طالق بالثلاث لا تطلق، إنما لتخاف، هذا الذي جاء في باله. ثم تبين أنها لم ترتد ثم تبين أنها لم ترتد قال الشيخ: ثبت الطلاق، يعني بانت منه بالثلاث. ثم تبين أنها لم ترتد قال الشيخ: ثبت الطلاق. فائدة: روى ابن حجر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح على وجهي والصدر بعض الصحابة للبركة، أن الرسول كان يمسح على وجهي والصدر بعض الصحابة للبركة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنه مبارك وأن كل أجزائه بركة، فكان يمسح على وجه بعض أصحابه وعلى صدورهم ليبركهم، يعني ليزدادوا خيرا ببركته عليه الصلاة والسلام. فائدة في الحديث الذي رواه أحمد وغيره المؤذن يغفر له مدى صوته. المؤذن يعني هذا الذي يؤذن للناس ابتغاء مرضات الله، ليس للمال. الشخص الذي يحركه المال ليس له أجر. لو أن شخصا مثلا كان حجة، ثم جاء إليه شخص قال له: حج عن أبي ولك مثلا أجرة $1,000 مثلا، فذهب للحج عن أبيه لأجل $1,000، ليس له أجر، ليس له ثواب الحج، لأن الذي حركه المال. كذلك المؤذن الذي يحركه المال، يعني لولا المال لا يؤذن، ليس له ثواب. الذي له ثواب الذي ينوي تقرب إلى الله. المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس، ويشهد له كل رطب ويابس. وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة، الذي يشهد صلاة الجماعة يعني. وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة، ويكفر عنه ما بينهما، يعني ما بين الصلاة والصلاة
يكفر عنه من الذنوب الصغائر، وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنه ما بينهما. نعم، يعني الذي يشهد صلاة الجماعة تضاعف له يعني إلى 25، هذا معناه. وقال الشيخ ورد في الأثر أن من أذن محتسبا 7 سنين هذا الأرض لا تأكل جسمه. الذي يؤذن محتسبا، فسألته الذي يؤذن في بيته، قال لا، هذا الذي يؤذن للناس ليس الذي يؤذن في بيته. 7 سنين لكن لله تعالى، ليس للأجرة، ليس للمال. وإذا كان يؤذن بعد دخول الوقت ليس قبل دخول الوقت كبعض المؤذنين في هذه الأيام. لا. أي نعم، لا، ليس هنا مقيدا بأن يؤذن في كل مرة. فائدة في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره، في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره، إن المرأة تقبل في صورة شيطان. ليس معناه أن شكلها شيطان، لا، هذا تشبيه في من حيث الصفة، يعني سيأتي الشرح. إن المرأة تقبل في صورة شيطان. أحيانا الرسول يطلق على فاعل شيء شيطان بمعنى خبث الفعل، يعني أن فعله خبيث يقول عنه شيطان، ليس معناه أنه كافر، لا. وتدبر في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، يعني هي المرأة لما تخرج من بيتها الشيطان يأتي يحاول أن يغري بها حتى يقع الناس في المعاصي بسببها، لما يراها الرجال يعني حتى يقعوا في المعصية بسبب خروجها. فإذا رأى أحدكم امرأة أعجبته، فإذا رأى أحدكم امرأة أعجبته فليأتي أهله، فليأتي أهله يعني زوجته، فليأتي تاء كسرة فعل أمر، فإذا رأى أحدكم امرأة أعجبته فليأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه، فإن ذلك يرد ما في نفسه. إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة أعجبته فليأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه، يعني هذا يعينه على أن يتجنب المعصية التي تحصل بسبب النساء الأجنبيات يعني عنه. قوله في صورة شيطان أي في صفته، قوله في صورة شيطان أي في صفته، لأنها تشبه الشيطان، لأنها تشبه الشيطان في دعائه إلى الشر ووسوسته، وتزيينه، وتزيينه، لأنها تشبه الشيطان في دعائه إلى الشر ووسوسته وتزيينه. فائدة في الحديث الذي رواه الترمذي لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع، يعني حتى يترك ما لا بأس به
حذرا مما به بأس، حذرا مما به بأس. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يعني حتى يصير العبد تقيا متقيا لابد أن يترك بعض المباحات حتى يحذر من أن يقع في المحرمات. هذا شأن التقي، لابد التقي الورع يتجنب بعض المباحات خشية الوقوع في الحرام، هذا معنى حذرا مما به بأس. لذلك الأولياء يتركون كثيرا من المباحات لأجل هذا، ولأجل أن الشرع يأمر بترك التنعم فيتركون هذا. يعني إذا إنسان حصل عنده في نفسه شيء من معاملة، هذه المعاملة خاف أن يكون فيها معصية، التقي من شأنه يبتعد منها، يقول أتركها لا أفعل هذا، خشي أن يكون هذا المال فيه حرام يبتعد منه، خشي أن يكون هذا الطعام فيه حرام يبتعد منه. فكيف إذا كان يعني هو متيقن؟ هذا لا شك أنه تقي يبتعد من ذلك، إذا تيقن أن فيها حراما يبتعد من ذلك يقينا. وإذا خاف، إذا كان لا يعرف الحكم لا يجوز له الدخول في شيء حتى يعلم ما أحل الله منه وما حرم، إن كان في المعاملات وإن كان في العبادات عليه أن يعرف هذه العبادة ما هو الشيء المفروض فيها، ما هي لوازمها، ما هو الشيء الذي يفسدها، ما هو الشيء الذي لابد منه لصحتها، لابد أن يتعلم قبل أن يفعل، وإلا كيف يعرف، كيف يضمن أن الصلاة هذه التي يعملها صحيحة موافقة للشرع؟ قلت لكم في أظن المجلس الماضي عن امرأة لما رن التليفون عمرها فوق 70 أو فوق يمكن قريب 90، قال لنا، فقالت للبنت ردي على التليفون يمكن أبوك هذا، وهي على زعمها تصلي، فلما نهيت قالت كيف بركي أبوها بده يحكي معها. فما تعلمت الأحكام، كيف تعرف؟ واحد مرة كنا في الحج اتصل بي يسألني عن شيء، فقلت له ماذا فعلتم إلى الآن؟ قال لي ما بعرف شيء، جيت مع حملة هن أخذوني بيقولوا لي اعمل هيك بعمل، امشي بمشي، بروم هون ببروم. قال لي ما بعرف شيء. قلت له كيف تضمن أن عبادتك صحيحة موافقة للشرع وأنت تقول لا أعرف شيئا؟ قبل أن يذهب، قبل أن يباشر عليه أن يتعلم حتى يعرف أن هذا العمل موافق للشرع. الآن أليس أكثر الناس يسعون صورة في المسعى الجديد الذي فتح خارج المسعى الذي هو مقرر من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بل إذا رأوك تسعى في القديم الصحيح يقولون لك ما هون السعي، هلا بدك تسعى من هناك، على زعمه يرشدك وهو يدلك إلى الغلط. يعني يستغرب إن أنت مشيت بعكس الناس، لأن المكان الذي يسعى فيه هو المكان الذي يأتي الناس فيه من المروة إلى الصفا الذي هو أقرب إلى جهة الكعبة. يعني فإذا مشيت هكذا بالعكس الجاهل يقول لك لا ليس هنا، تبدأ من هناك من الصفا إلى المروة من المكان الذي هو غلط. وأكثر الناس هكذا، إذا نظرت أكثر الناس يسعون هناك في المكان الذي لا يصح فيه السعي. الله يصلح الحال. فائدة في الحديث الذي رواه البيهقي وغيره: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي إني منعته الطعام والشهوات بالنهار. يقول الصيام: أي ربي إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي
منعته النوم بالليل. ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعاني. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعاني. فائدة في الحديث الذي رواه البخاري: الضيافة ثلاثة أيام، الضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة. الضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة. إذا كان في البلد ويعني ضيف شخصا يستحب، هذه الضيافة مستحبة، يحسن إليه، ثم هذا الضيف مطلوب منه أن يحسن معاملة أهل البيت. كان مرة الشيخ عبد الله ضيفا مع بعض أحبابنا عند بعض الناس في خارج لبنان، فطلب شخصا فقيل له إنه نائم أول يوم وثاني يوم، ثم ناداه الشيخ رحمه الله قال له: إذا كنت ضيفا لا تكثر من النوم، وبعد ثلاثة أيام تعمل عمل أهل البيت، يعني تقوم بالخدمة، تقوم بالتنظيف، تقوم بخدمة نفسك، أن بعض الناس لا يفعلون هذا، يعني حتى لا يثقل على أهل البيت. قال له: بعد ثلاثة أيام تعمل عمل أهل البيت الذي أنت فيه يعني. وفي رواية: وعلى الضيف أن يتحول بعد ثلاثة أيام. رواه ابن أبي الدنيا: وعلى الضيف أن يتحول بعد ثلاثة أيام. رواه ابن أبي الدنيا، ينتقل يعني. فائدة في الحديث الذي رواه أحمد: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. الغنيمة شيء ينفع كثيرا يعني، الباردة لأنه في الشتاء ويكون النهار قصيرا، فالشخص لا يجد تعبا كما في الصيف. لذلك الرسول قال: الشتاء ربيع المؤمن صلى الله عليه وسلم، يصوم نهاره ويقوم ليله، لأن ليله طويل ونهاره قصير. فقال: الشتاء ربيع المؤمن يصوم نهاره ويقوم ليله، لأن النهار قصير في الشتاء والليل طويل، والعابدون يحبون قيام الليل، العابدون المتقون يحبون قيام الليل. فائدة في الحديث الذي رواه النسائي: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام الدهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، يعني السنة ثلاثة أيام، الحسنة بعشرة أمثالها 30 يعني، وكأنه صام كل شهر كل شهر، فكأنه صام كل السنة يعني. وهي أيام البيض، وهي أيام البيض، يعني هذه التي تسمى أيام البيض، هذه التي سماها الرسول أيام البيض. وهي أيام البيض: صبيحة 13، صبيحة 13، و14، و15.
يعني هذه الأيام البيض ينبغي أن تصام في كل شهر، 13 و14 و15، صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، وهي أيام البيض، صبيحة 13 و14 و15. مسألة: شخص نوى صوم القضاء، شخص نوى صوم القضاء ثم في النهار شك هل كان غير نيته بالليل أم لا، ثم في النهار شك هل كان غير نيته بالليل أم لا. قال الشيخ: لا معنى له، يبقى على نية الصوم. قال الشيخ: لا معنى له، يبقى على نية الصوم. الشخص إذا كان فاته شيء من رمضان بعذر كامرأة حاضت أو رجل مريض مثلا فأفطر بسبب المرض، يشق عليه كان الصوم، يخشى الضرر. فهذا إذا كان نوى في ليلة النهار الذي يريد صومه القضاء، بما أنه فاته بعذر، له بالليل قبل الفجر أن يغير نيته. مثلا نوى صوم غد عن قضاء ما فاته من رمضان، ثم اتصل به أخوه أو أمه أو أبوه قال له غدا تعالى أفطر عندنا أو تغدى عندنا، فقال نعم آتيكم، فغير نيته، قال أقضيه فيما بعد، يجوز له ذلك. أما إن كان صوما معجلا يلزمه أن يقضيه، كأن أفطر في يوم من رمضان بلا عذر، فهذا يلزمه القضاء فورا بعد رمضان في اليوم الثاني من شوال. فإذا ما نوى صوم غد بالليل ليس له أن يغير نيته لو دعي لأكل أو نحو ذلك. مسألة: شخص أجر بيته لثلاثين سنة، يجوز أن يؤجر الشخص بيته لشهر، لسنة، لعشرين، ثلاثين، أربعين، خمسين، يجوز. أجر بيته لثلاثين سنة ثم تبرع به للجمعية، يعني بعد أن أجره قبل أن تمضي 30 سنة قال هذا البيت أنا تبرعت به للجمعية. قال الشيخ: صح تبرعه، يعني هذا البيت صار للجمعية والأجرة تكون لمن تبرع بالبيت إلى نهاية 30 سنة. يعني هذا إن كان تبرع به للجمعية أو لغير الجمعية، الأجرة له هذا الشخص. يعني لو كان هو ملكه لشخص، وهبه لشخص، الأجرة له، لأن العقد صحيح الذي عمله، وهو عقد لازم. يقول الفقهاء: عقد الإجارة عقد لازم لا يفسخ ولو بالتراضي بين الطرفين. إذا إنسان أجر بيته، أجر دكانه لمدة معلومة بأجرة معلومة، صح العقد واستحق الأجرة، وذاك استحق المكث في هذا المكان الذي استأجره هذه المدة المسمات، إن كان بيتا وإن كان دكانا. فإذا ما وهبه، نذره، تبرع به للجمعية، العقد الذي حصل صحيح، والتبرع الذي صار صحيح، والأجرة لمن؟ للشخص الذي عمل عقد الإجارة. يعني لو أن شخصا أجر بيته لشخص، يجوز له أن يبيعه هذا البيت، يجوز أن يبيعه لشخص، لمن الأجرة تكون؟ للذي عمل العقد، له أن يتنازل عنها، لأنهم في العادة بين الناس يقول الجديد الأجرة لي، لأن البيت صار لي أو الدكان صار لي، لكن نحن نتكلم عن حكم الشرع. فله إذا شاء أن يقول لهذا الذي اشترى البيت أو الدكان: والأجرة التي لي لمدة 10 سنين أو 30 أو كذا أنا تنازلت عنها لك. مسألة: شخص له بيت يريد أن يسكنه في حياته،
أن يكون للجمعية لا للورثة بعد موته، يعني يريد أن يسكن البيت ويريد أن يكون هذا البيت للجمعية ليس لورثته بعد وفاته. يعني عم يسأل الشيخ رحمه الله ماذا يفعل، شخص له بيت يريد أن يسكنه في حياته وأن يكون للجمعية لا للورثة بعد موته. قال الشيخ يوصي وصية، يعني يقول أنا أوصيت بهذا البيت بعد وفاتي للجمعية، فإذا ما توفي هذا البيت يكون للجمعية ليس للورثة. ومرة شخص له أختان أو ثلاث أخوات، فجاء وسأل، سألت له الشيخ رحمه الله، قال لي أنا أخشى أن يعني أن أتوفى قبل أخواتي وأريد يبقى هذا البيت للورثة، لكن أريد أن تسكن أخواتي مدة حياتهن، حتى بيقولوا بالعامية حتى ما يتبهدلوا يعني. فقال لي الشيخ رحمه الله قل له ينظر لهن المكث في هذا البيت مدة حياتهن، فلو مات هو يبقى لهن المكث مدة حياتهن، يعني الأخوات التي سمى هو. فهيك بيكون لو توفاه الله قبلهن يمكثن في البيت، ثم بعد ذلك الورثة يأخذون هذا البيت إذا مات. لا، هذه مسألة أخرى غير مسألة الجمعية. هو يريد أن يسكن أخواته في البيت مدة حياتهن، وأن ينتقل هذا إذا مات إلى الورثة، لكن دون أن تطرد الأخوات، لأن بعض الأولاد والزوجة أحيانا إذا مات الزوج تقول لا اخرجي لأخت الزوج. قليل الإحسان فيما بين الناس على الوجه الكامل، قليل خاصة في مسائل المال. ما له علاقة هذا، إذا كان البيت يساوي كل ماله أو بعض ماله الحكم هو نذر لهن المكث في هذا البيت طالما هن على قيد الحياة فيتنفذ ذلك. ليس وصية هذه، هذه ليست وصية، نذر لهن المكث في البيت، ليس أخذ البيت، نذر لأخواته المكث، الاستفادة من البيت، السكنة في البيت، هذا شيء آخر، الوصية شيء آخر. مسألة التي قبل عن الوصية، الآن الكلام ليس عن الوصية حتى لا يختلط الأمر. الوصية تنفذ في الثلث، وما زاد عن الثلث إن قبل الورثة ينفذ وإلا لا. يعني نعم، ضمن الثلث فقط. أي إذا إنسان أوصى بوصية ثم كانت هذه الوصية زيادة عن ثلث المال، إن رضي الورثة ما زاد عن الثلث ينفذ، إن لم يرضى الورثة فقط إلى الثلث. الرسول قال الثلث والثلث كثير، لما سأله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما زاره وكان مريضا قال له يا رسول الله أوصي بكل مالي، قال له لا، قال فالنصف، قال لا، قال فالثلث، قال الثلث والثلث كثير، يعني غايته في الثلث. لكن إن رضي الورثة كما إذا تبرع الورثة، يعني قالوا نحن ما أوصى به الوالد لو كان كل المال لا نريد شيئا فلينفذ، ينفذ كأنهم تبرعوا بهذا. يعني مسألة أنتم تعرفون أظن يعني أن أجساد الأنبياء طاهرة إن كانوا في الحياة وإن كان بعد الموت، وكذلك الشهداء أجسامهم طاهرة في حياتهم وبعد مماتهم. مسألة قال الإمام مالك، هذه مسألة قرأتها على الشيخ رحمه الله حررناها، يعني قال الإمام مالك وأبو حنيفة ميتة الآدمي نجسة إلا الأنبياء والشهداء. يعني معناه إذا مات الإنسان صار كالمتنجس، يعني يغسل فيطهر، هذا معناه، لكن الأنبياء لا، لا تكون ميتتهم نجسة ولا الشهداء. هذا عند أبي حنيفة ومالك. الشافعي يقول لا، طاهر، هو حي الإنسان، هو ميت،
قال الإمام مالك وأبو حنيفة: ميتة الآدمي نجسة إلا الأنبياء والشهداء، وتطهر بالغسل، يعني يصير كالمتنجس يطهر إذا غسل، هذا معناه. أما عند الشافعي لا، طاهر. بعض الناس إذا سمعوا هذا قبل أن يعرفوا يستغربون، يعني قد يحكم بعضهم على القائل بأنه ضل لم يعرف هذا. فهمتم ما المعنى؟ إذا مات الإنسان سوى الأنبياء والشهداء ميتته نجسة، يعني كالشيء المتنجس تطهر بالغسل، هذا معناه. أما وهو حي كل الأئمة يقولون طاهر، حتى الكافر جسمه طاهر. قوله تعالى: إنما المشركون نجس، اعتقادهم خبيث كالنجس، فيتجنب كما يتجنب النجس. ليس معنى إنما المشركون نجس أن جسمهم نجس. إذا صافحت يهوديا لا تتنجس يدك لو كانت يده رطبة أو يدك رطبة، لأن جسمه طاهر ليس نجسا. فائدة في الحديث الذي رواه ابن ماجه: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد، ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنثة، ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنثة إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية. من أيها شاء دخل. ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنثة، صغار يعني بعد ما بلغوا، إلا تلقوه أولاده يعني من أبواب الجنة الثمانية، يخير من أي باب يريد أن يدخل، من أيها شاء دخل. هذا يصبر الشخص الذي يموت له أولاد وهم صغار. مرة امرأة مات ابنها، كان في المدرسة في طرابلس وهو صغير، فجاءت الشيخ رحمه الله فقال لها: افرحي له فإنه يدخل الجنة بلا عذاب، ولك أجر كبير بالصبر على هذا البلاء. يعني هذا يخفف عن الشخص المؤمن أن هذا الولد لن يتعذب، الله تعالى شاء له أن يموت صغيرا، وهو سبب من الأسباب لدخول والديه الجنة، لأن هذا بلاء كبير شديد شديد. الذي يموت له ولد ويصبر على ذلك هذا جزاؤه الجنة، هكذا ورد في الحديث. فائدة، هذه أيضا فائدة قرأتها على الشيخ رحمه الله: عبد الله بن الزبير، هذا من أكابر أولاد الصحابة من الأولياء، صار خليفة مدة يسيرة من الوقت، هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، أول مولود ولد في الإسلام. لما نقول ولد في الإسلام يعني بعد الهجرة، ولد للمهاجرين في المدينة بعد 20 شهرا من الهجرة، ولدته أمه بقباء، وأتت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، ودعا بتمرة فمضغها ووضع
وضعها في فيه، يعني حنكه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان أول شيء دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه هو هذا التحنيك يستحب أن يعمل للمولود قبل أن يدخل شيء إلى جوفه، يعني قبل أن ترضعه أمه، قبل أن يسقى ماء، أول ما يخرج من بطن أمه يوضع هذا الحلو في فمه. إن وجد التمر فأحسن، لأن الرسول هكذا فعل صلى الله عليه وسلم. فكان أول شيء دخل في جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صواما قواما وصولا للرحم، كثير التعبد، كان يطوي 6 أيام، يعني من الجوع، شدة الجوع، كان يطوي 6 أيام، ينام طاويا. الذي يجوع ليس يعمل هكذا من أجل أن يخف عنه الجوع، ليس كانوا يربطون الحجر على بطونهم. وكان يطيل السجود حتى يسقط الطير على ظهره يظنه جدارا، من كثرة ما يطيل السجود الطير يظنه جدارا فيقف على ظهره. وكان يصلي في الحجر، تعرفون الحجر الذي هو جزء من الكعبة مثل نصف دائرة، يقال له حجر إسماعيل. وكان يصلي في الحجر والمنجنيق تصوب فوقه، والمنجنيق تصوب فوقه، هذه التي كانوا يقذفون بها الحجارة، ليس فعلوا ذلك لهدم الكعبة، هم عملوا هذا. فلا يلتفت إليه، يعني هذا من استغراقه في العبادة في الصلاة. وأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم دمه ليهريقه، لما احتجم الرسول أعطاه الدم حتى يرميه يعني، فشربه، لأن دم الرسول طاهر ومبارك، فهو شرب دم الرسول عليه الصلاة والسلام. فسأله الرسول أين واريته، قال له واريته في أخفى مكان شربته. فشربه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ويل لك من الناس، ويل لك من الناس، وويل لهم منك، ويل لك من الناس وويل لهم منك. أخرجه الدارقطني، أي ويل للحجاج. تسمعون بالحجاج، إذا كان شديد الظلم وقتل عشرات الآلاف من الناس بالحبس، يحبسهم يقتلهم. أي ويل للحجاج بالعقاب، لأنه يقتلك. أي ويل للحجاج بالعقاب لأنه يقتلك. وعاش حتى قتل على يد الحجاج، وعاش حتى قتل على يد الحجاج. وكان بسبب
شرب دم النبي عليه الصلاة والسلام صار فيه جرأة لا توصف، صار شديد الجرأة هو رضي الله عنه. لما كان معاوية يسعى لأن يخلف ابنه يزيد، كان هو موجودا، كان في الحياة، يعني هو من أكابر أبناء الصحابة، ومع ذلك تركه وصار يسمي ولده يزيد، يعني يدور على من يعرف من الناس من الصحابة وغيرهم يقول لهم إذا أنا مت خلفوا يزيد من بعد، مع وجود مثل هذا الرجل الذي هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فائدة في الحديث الذي رواه الطبراني صدقة السر تطفئ غضب الرب. صدقة السر يعني التي لا يطلع عليها الناس تطفئ غضب الرب، أي آثار الغضب، يعني هي سبب للنجاة من العذاب. صدقة السر تطفئ غضب الرب معناه أثر الغضب، هذا معناه، معناه أثر الغضب. فائدة في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني الصلوات الخمس تصلى في المسجد إذا وجد الإمام العدل الثقة الذي يصلى خلفه، أما النوافل فيصليها في البيت، هذا للنوافل معناه، يعني البيوت لا تتركوها من بركة الصلاة فيها أي صلاة، صلاة النافلة يعني، أما الفرض الأحسن أن يصليها في المسجد إلا لعذر. مسألة، امرأة لها أولاد من زوجها ثم طلقها وتزوجت بآخر. المرأة إذا طلقت لها حق الحضانة في الأولاد، الأولاد لها هي الحضانة، فإذا تزوجت هذا الحق الذي لها في الحضانة يسقط، لكن ليس معناه أنها لا ترى أولادها، لا. وأخذ زوجها الأولاد، فسألنا الشيخ، يعني بعض النساء تسأل كم مرة لي أن أخذ الأولاد للزيارة، فهذا مهم أن يعرف كم مرة لها، يعني كم مرة لها أن تلزمه إذا كان يعارضها، لأن بعض الرجال يقول لها تزوجتي لا تري الأولاد، لا تلتقي بالأولاد. قال الشيخ لها أن تأخذهم لزيارتها مرتين في الأسبوع، قال الشيخ لها أن تأخذهم لزيارتها مرتين في الأسبوع. بعض الرجال يقول لها لا أنت تعال إلى بيتي انظري، يعني أنا رأيت مثل هذا، يقول لها فقط انظري إليهما. منع أو لا، كان له ولدان، منعهما من أن يكلماها، علمهما إذا جاءت أمكما وأنا أنظر، يعني في بيت الشيخ رحمه الله، لما كلمت الولد أعرض عنها برأسه بوجهه هكذا، علمه وعلم أخاه أن لا ينظر إلى أمه، احترق قلبها، صارت تبكي هذه المرأة. لا يجوز أن يقال للولد لا تكلم أمك، لا تنظر إلى أمك، إلا إذا كانت تفسده، وهي بحسب ما كنت أرى ما كانت يعني كذلك، الله أعلم بالأحوال. فائدة قوله تعالى
ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هو الذكر اللساني والقلبي، هو الذكر اللساني والقلبي. يعني إن ذكر الله بلسانه يكون حصل هذا المراد بالذكر، وإن ذكر بقلبه وهو أن يستحضر الخوف من الله في قلبه، خوف الإجلال والتعظيم، ويستحضر محبة الله في قلبه، هذا يسمى الذكر القلبي. الذكر القلبي ليس معناه أن يستحضر الخوف من جهنم أو الخوف من القبر أو الخوف من العذاب أو الخوف من الموت. الذكر القلبي معناه أن يستحضر الخوف من الله في قلبه، خوف الإجلال والتعظيم ومحبة الله. بعض الناس لا يعرفون الذكر القلبي، يظنون أن الذكر القلبي أن يجري على قلبه الله 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 أو لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ليس هذا هو. وإذا واحد أجراه على قلبه بلا أي نية ليس له ثواب، أما إن أجرى على لسانه نوى لله تعالى وأجرى على لسانه لا إله إلا الله بلفظ صحيح له أجر على ذلك، لو لم يخشع قلبه، لكن مع الخشوع أحسن، لو لم يخشع قلبه لكن مع الخشوع أحسن. إذا نوى نية حسنة، إذا نوى بإجراء اللفظ على القلب نية حسنة كأن نوى تعظيم الله، لذلك أجر لفظ الجلالة على قلبه له أجر. أما مجرد أن يمره على القلب ليس كما إذا أمره على اللسان. على اللسان لو كان فكرك منشغلا بشيء آخر، نويت لله وذكرت 100 مرة تهليلا لك أجر، لك ثواب على ذلك. منتشر بين الناس أنه يقولون، قيل للإمام أحمد متى الراحة يا إمام، يقولون إنه قال عند أول قدم تضعها في الجنة. الشيء غير صحيح، المؤمن التقي أليس قبل هذا يرتاح؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كم يتناقلها الناس ويرسلونها على الواتساب حتى ممن تعلم، يرسلونها بكثرة، متى الراحة يا إمام، عند أول قدم تضعها في الجنة، أليس في القرآن الكريم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ إذا جاءه الملك وبشره للولي يذهب عنه الخوف من الموت، ومن حين يقبض هذا الشخص التقي هو مرتاح في القبر، مرتاح وبعد ذلك مرتاح. فكيف يرون هذا ويمشي بين الناس؟ يعجبهم أنه شيء ملفت، متى الراحة يا إمام، فيقول عند أول قدم يضعه في الجنة، لأنه يلفتهم، يقولون هذا، ينشرونه بين الناس. أحيانا ينشرون شيئا فيه فساد، لو يعني تأملوا يعرفون الفساد الذي فيه. العلم بالتعلم، التلقي من أهل المعرفة، ليس بمجرد أن يجده في الإنترنت أو مجرد أن يرسل له أي شخص كلاما، لا، ليس هكذا. فائدة في الحديث: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا، يعني يتوضأ، ينام على الشق الأيمن وهو يذكر الله، ينام فيتعار من الليل، يعني يقوم يستيقظ بالليل، فيسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا، والآخرة إلا أعطاه إياه. يعني معناه من أسباب استجابة الدعاء أن ينام الشخص على وضوء وهو يذكر الله، فإذا استيقظ، استجابة الدعاء بالليل يعني، وسأل الله شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه.
رواه أحمد وحسنه السيوطي. وقال الشيخ رحمه الله: من أسباب أن يرى الشخص الرؤيا الحسنة أن ينام على طهارة، أن ينام على وضوء. يجوز فيتعار من الليل أو فيتعار من الليل. فائدة في الحديث الذي رواه الترمذي، من أذن 7 سنين محتسبا، من أذن 7 سنين محتسبا، محتسبا يعني طالبا الأجر من الله، والذي حركه حبه للأذان، كتب له براءة من النار. من أذن 7 سنين محتسبا كتب له براءة من النار، يعني إن شاء الله يدخل الجنة بلا عذاب. شيخ شيخنا الأول محمد عبد السلام، شيخه الشيخ يوسف عبد الوهاب، هذا قال عنه الشيخ رحمه الله إنه كان متعلق القلب بالأذان، يعني يحب أن يؤذن. قال: وعندما كان يؤذن كان يسمع صوت أذانه على بعد 50 كيلومتر، ما كان يوجد آلة مثل هذه الآلات في ذلك الوقت. قال: ومرة كان يمر بناحية اسمها ديردوة، ودخل مسجدا فاستأذن المؤذن الذي هناك أن يؤذن هو. قال: وكان في الناحية امرأة جاءها الطلق ولا يخرج الولد، لا تلد، فلما شرع في الأذان وسمعت صوته خرج الولد ببركة أذانه، تسهل أمر ولادتها. اسم الشيخ يوسف عبد الوهاب. هذا يقول الشيخ رحمه الله قال للشيخ محمد عبد السلام: لقد جاءتك القطبانية، وكان عمره 25 سنة. هذا شيخ شيخنا محمد عبد السلام، صار قطبا وعمره 25 سنة. قطبا، قطب يعني درجة عالية في الولاية. على الشيخ عندنا كانوا يقولون في هرر: هو ركن البلد، ركن البلد، ما في الأركان التي يعتمد عليها. ولما أرادوا اختيار إنسان للقضاء قالوا: هذا هو الأعلم والأفقه. الشيخ يقال إنه قرأ 15 مرة الأجرومية على الشيخ يوسف عبد الوهاب، هكذا كانوا يقرؤون، ليس مرة واحدة. فقالوا: هو الشيخ محمد عبد السلام يكون قاضيا. لما عرف خاف فقلب قميصه، لبسه مقلوبا، فقالوا: هذا يمكن جنة، فأعرضوا عنه لأنه فعل هذا، يعني القميص قلبه ولبسه مقلوبا. الأولياء يحبون الابتعاد من الظهور، هذا شأنهم. الشيخ أحمد الحارون قال الشيخ رحمه الله: كان تعرفون مساجد دمشق القديمة، كان كل مسجد فيه بركة ماء يتوضأ من هذه البركة. قال الشيخ: ماذا يفعل هذا الشيخ أحمد الحارون؟ يأتي البركة يقف فوق ثم يقفز، يقف ثم يقفز، فالناس يقولون: ما هذا، هذا أنه ليس عاقلا، فيعرضون عنه. لا يحبون الظهور، يحبون الابتعاد من هذه المظاهر، لأنهم يخشون الشيخ على الناس من أن ينفتنوا بهم. لأجل هذا إذا رأوا منهم كرامة ثم غاب بعض المشايخ يحصل منهم أن يغيبوا، فصدر منه شيء أو كلمة، الجاهل يقول: هذا صاحب كرامة، فهذه الكلمة التي قالها ما فيها بأس، الجاهل يقول، لأنه جاهل لا يعرف أن هذا قد يغيب، فيجري على لسانه كلام فاسد، لكن هو ولي لا يقوله وهو في عقله. الشيخ حسان الصيادي الذي توفي رحمه الله وكان صديقا لشيخنا، هذا من أهل الخطوة، كان يعني الناس الذين في بلده أخبروني عنه أشياء عجيبة من الكرامات الغريبة. قالوا لي مرة في بلدته اسمها كفر زيتة، تلك الناحية يقال كفر وكفور عن الضيعة، كفر
ليس كما يقول الناس كفر زيتا، كفر زيتا اسمها. فقال لي جيرانه لما ذهبت لزيارته، قالوا مرة في يوم الوقوف كان هو في بيته، ما ذهب ظاهرا إلى الحج، جيرانه أهدوه كوسة محشي، فجاء ناس من الحج من أهل بلدتهم قالوا رأينا الشيخ حسان في الحج، قالوا لهم كان هنا جيرانه ونحن أهديناه كوسة محشي في يوم عرفة، قال هو أطعمنا صحن كوسة محشي في يوم عرفة في عرفات، ضيفنا هذا. جيرانهم يتكلمون عنه. فالشيخ عبد الله قال مرة كنت معه فجرى على لساني سب الله، هو من المجاذيب، قال فقلت شيخ حسان كيف تكفر؟ قال فنظر إلي قال أنا لا أكفر. فعرفت قال الشيخ أنه جرى على لسانه بلا إرادة، لكن قال له كيف تكفر، يعني كيف تنطق بهذا اللفظ الذي هو لفظ كفر هذا معناه. قال فلما قال أنا لا أكفر عرفت أنه كان غائبا، ما كان في وعيه. الجاهل لا يعرف هذا، الجاهل انقعد معه وقد رأى منه كرامة عجيبة أمرا غريبا، ثم سمع منه الفساد ماذا يقول لجهله؟ لا، لو كانت كلمة فاسدة هذا ولي يقول هذه الكلمة الفاسدة. ما كان الشيخ رحمه الله بعض الأحيان يرسل بعض تلاميذه إلى أمثال الشيخ إسماعيل الضناوي، هذا أيضا من الأولياء ومن المجاذيب. قال الشيخ رحمه الله هو قال الأولياء طيروني حملوني، كان في أمريكا، حملوني إلى دمشق، أرجعوه إلى دمشق، علموه يعلمونه أهل الغيب الضروريات، ثم يلتزم أداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من النوافل فيصير من الأولياء. ماذا كان يفعل الشيخ أحيانا؟ يرسل بعض الطلبة الذين أخذوا العلم الضروري، يقول له رافقه مدة، الناس تقبل إليه، يعتقدون فيه الولاية، فيصير إخواننا يعلمون الناس. فهو كان يقول لما يصير عنده صحو يقول لهم لا تسمعوا من كلامي، اسمعوا من كلام هؤلاء أهل الفقه، هكذا كان يقول لهم هذو خذوا منهم، يقول لهم خذوا من هؤلاء لما يكون صحو، أما لما يكون في الغيبوبة هو لا يعرف ماذا يجري على لسانه، ومع ذلك لا يسكت له، لأنه إن كان ناس حتى يعرفوا أن هذا الذي قاله من الباطل باطل، لكن هو لا يكتب عليه لأنه غائب. أن بعض الناس يقول ولي الله كيف أكلمه، لا يسكت له، الشيخ ما سكت له. كان بعضهم يجادلنا أحيانا، يتكلم في مسألة فأرد عليه يجادل، هو لا يعني غائب لا يعرف. مرة قلت لواحد منهم الشيخ عبد الله هكذا يقول، قال لي هو أعلم من أبي بكر؟ أبو بكر أعلم منه. قلت له لا شك أبو بكر أعلم منه، لكن هذه المسألة حكمه هكذا في شرع الله. لو إنسان جاهل يقول أوف عم بيحكي عن أبي بكر، قد يظن أن أبو بكر يقول ما قاله هو، اللي هو أعلم من أبو بكر. قلت له لا، ليس أعلم من أبي بكر، لكن كلامك غير صحيح، الحكم ليس هكذا، لأن الذي يجلس إذا لم يصلح له قد يظن أن هذا صواب، لا سيما إن رأى منه الغرائب الكرامات، يعني الأمور التي هي خارقة للعادة. فكان الشيخ رضي الله عنه يقول الذي ما تعلم قدرا كافيا من علم الدين لا يذهب إلى هؤلاء، يخشى عليه. بعض الناس وقعوا في الكفر، ذهب واحد إلى مجذوب، هنا معروف هذا المجذوب أيضا من الصالحين من أصحاب الكرامات من أهل الخطوة، الشيخ عبد الله الحمصي، لكن كان يغيب، كشفه قوي لكن كان يغيب. فشخص ذهب إليه مرة فقال له وهو غائب قل سيدي الله، السيد هو الذئب، وذاك تعلم معنى السيد أن الذئب، فما قال في الأول فصرخ في وجهه فقال سيدي الله. الشيخ يعني حزن حزنا شديدا وغضب، قال بعد الآن لا يذهب أحد لزيارة المجاذيب لأجل مثل هذا، وقع في الكفر وهو يعلم معنى سيدي أي ذئبي، كيف يقول عن الله ذئبي؟ أعوذ بالله. المجذوب مجذوب غائب، لما يغيب يجري على لسانه ما لا يقوله، لا يرضى به هو في العادة. فلأجل هذا على الشيخ لو كان خليفة لحبس المجاذيب بعيدا من الناس،
كان حبسهم في مكان بعيد من الناس حتى لا ينضر بعض الناس من صحبتهم. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين.